تحت رعاية الرئيس السيسي، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. يأتي ذلك انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان توفير عبوات غذائية بتخفيضات تصل إلى 50%. استمرارا لنجاحات مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع غذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي، وبتمنى ان هو تفضل على طول مستمرة في اكتر من وقت، لان احنا عايشين بيها. كويسة جدا، انا كسبت بيت مثلا فيه اصنافها الزيت والسكر والرز والحاجات دي، شيء يومي في حياتنا، فانا مبسوطة جدا ان هي مستمرة معانا، وعلى طول طبعا بتمنى من سيادة الرئيس ان هي تبقى موجودة ما تتقطعش عندنا. انا جبت كل متطلبات بيتي، جبت زيت، سكر، شاي، مكرونة، جبت حاجات كتير جدا، وفعلا بسعر في متناول الجميع، يعني اي حد لو جه مكان زي ده هيعرف الفرق بينه وبين اسعار بره. الحاجات هنا كلها رخيصه، ان كان رز او سكر او زيت او اي حاجه، كلها كويسه، حتى اللحوم هنا بردك كويس، يعني هو مش سايب حاجه بصراحه، الملابس وكله كل حاجه كويسه فيها واسعارها حلوه. تشهد هذه المرحله من المبادره مشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى وموردي اللحوم وخضروات وفاكهه وتجار جمله وتجزئه لتحقيق وفره المعروض في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40% وبجودة عالية. المبادرة جميلة جدا، في فرق شاسع بين الأسعار بره والأسعار اللي موجودة في المبادرة هنا. يا ريت سعادة الرئيس يخلي الموضوع ده مستمر على طول. مبادرة ممتازة وكويسة، مسهلة علينا في حتة الأسعار هنا قليلة. اللي كان بيشتري مثلا كيس سكر لا ممكن يشتري 3 و4 و5. نشكر سيادة الرئيس على إن هو منزل لنا المبادرة ديت. اسعارها حلوه ومتناول ايدينا، بقدر اجيب احتياجاتي كلها. في حاجات كتيره جدا انا اشتريتها من هنا من هايبر، مبادره في اسعار كويسه. هنا الاسعار منضبطه والاسعار حلوه مش وحشه، احسن من بره كتير. في فرق عن بره كتير قوي في الاسعار، حتى مش فرط في الاوضه الغذائيه، كل حاجه متوفره كتير يعني. والله المبادره شيء جميل بصراحه، ويا ريت تستمر على طول، وبنشكر سياده الرئيس طبعا على المبادره ديت. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وتزامنا مع المبادرة تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال قوافل السيارات الموجودة في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية. أنا كنت معدي رايح الشغل، لقيت عربية مبادرة كلنا واحد بتبيع الكرتونة بنص الثمن، وربنا خلينا سيادة الرئيس. يعني الكرتونة دي بقى بره يعني أكتر حاجة تكون 150 جنيه، النهاردة ب 75 بنص التمن. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي موجودة هنا في بورسعيد، ويا ريت تفضل مستمرة على طول. بنشكر الرئيس على اهتمامه بينا وعلى أسعاره الرخيصة اللي بينزلها لنا. وربنا خلينا الرئيس يا رب. وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. من مرحلة إلى أخرى تؤكد مبادرة كلنا واحد سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية.